السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي وكوزينتي وتحت طلب ديال واحد المتتبعه عندي في تيك توك على واحد الشلاضه كنت حطيتها اليوم غادي نبارطاجيها معكم. هي سلطه لبنانيه خديناها من واحد الحساب ديال واحد اللبنانيه. اول حاجه هنا درنا البطاطا القرعه وهذا والبنجر. القياس اللي عندكم وشنو موجود عندكم في الدار كديروا بحال هكا كتقطعوه طريفات كدير عليه شويه ديال الملحه وغادي دير عليه شويه ديال الزيت وغادي ندخلهم الفران حتى يتحمروا. بالنسبه للكماله ديال الشلاضه عندي هنايا شويه ديال المطيشه شويه ديال الخيار وشويه ديال البصله اللي مقطعاهم بحال هكا كبار. دابا غادي نديروا الخضره اللي طابتينا في الفران كتكون على هذا الشكل بحال هكا. دابا هنايا في لا سيزون مون ديالها درنا شويه ديال الزيت والخل والمايونيز هادشي اللي درنا. غادي ندير لاصوص وغادي نخلط ان شاء الله الشلاضه ديالي وغادي نقدمها ان شاء الله بالصحه والراحه وموعدنا كيتجدد في الوصفه الجايه.